رسومات ولوحات فنية وجداريات مختلفة الأحجام، حكم ونصائح توجيهية بخصوص المحافظة على البيئة المشروية. هي مبادرة قام بها شباب وأطفال الحي البرية من مدينة المشرية ولاية عامة لتزيين شوارعه وأزقته. هدفهم إضفاء جماليات أفضل على فضاء العيش المشترك، تبعث الأمل في النفس في زمن الكورونا. متعة وإفادة، كلمتان تصف المشهد. أترككم مع هذا الفيديو المتداول عبر صفحات الفيسبوك. تقرير كريمة بن عياد، قناة أوراس تي في. أنا أشتري هذا